أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمراجعة الخطط المعمول بها في موسم الحج بعد وفاة 717 شخصا في تدافع الحجيج في مشعر منى. خادم الحرمين الشريفين طالب في كلمته بعد الحادث بإجراء تحقيق في أسباب ما وصفه بالحادث المؤلم، منوها إلى أن هذا الحادث لا يقلل من الجهود الكبيرة والمثمرة لكافة الأجهزة المعنية. من جهة أخرى، أمر ولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة تدافع مشعر منى خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية المشاركة في تأمين الحج. إن هذا الحادث المؤلم الذي وجهنا الجهات المعنية بالتحكيم في ملابساته والرفع لنا بالنتائج في أسرع وقت ممكن، وتوجهنا الجهات المعنية مراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة وبذل كافة الجهود لرفع مستوى تنظيم وإدارة حركة مسارات الحجيج بكل يسر وسهولة، وسيتم العمل إن شاء الله على تذليل كافة العقبات والمعوقات والصعاب ليتسنى لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة. إلى ذلك، بدأ ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى رمي الجمرات الثلاث وسط إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى مبنى الجمرات في منى. وفي هذا اليوم وكذلك في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة التي تسمى أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، وكل منها ترمى بثلاث حصيات. أما الحجاج المتعجلون فيرمون الجمرات يومي الجمعة والسبت ويقومون بطواف الوداع حول الكعبة ثم يغادرون الديار المقدسة. وقد استكمل حجاج بيت الله الحرام في يوم النحر مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف في الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير ثم التحلل. هذا وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا هائلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال عملية تطوير شاملة لكافة المشاعر المقدسة. وقد تحولت المشاعر المقدسة أثناء أيام الحج المعدودة وبالأخص مشعري منى وعرفات إلى مدينتين متكاملتين، حيث أقيمت على بنية تحتية هائلة تشمل الطرق والأنفاق والجسور والتي أنفقت عليها مليارات الدولارات خدمة لضيوف الرحمن. وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات، سخرت المملكة العربية السعودية كافة طاقتها لتوفير راحة حجاج بيت الله الحرام لكي يؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم ونسكهم بكل يسر وأمان. وعلى الرغم من التحديات والصعوبات الجمة التي تواجه موسم الحج، إلا أن الحكمة المعهودة لقيادة المملكة كانت تحقق النجاح دائما في مواجهة مختلف التحديات والمصاعب وتحرص على تذليلها واحدة تلو الأخرى. توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ بداية الاستعدادات لموسم الحج ساهمت بشكل رئيسي إلى تواصل الجهود المبذولة في كافة الأصعدة بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة استعدادا لاستقبال مليوني حاج قدموا لأداء مناسك الحج. وتحولت المشاعر المقدسة أثناء أيام الحج المعدودة وبالأخص مشعري منى وعرفات إلى مدينتين متكاملتين تقدم لأكثر من 3 ملايين من البشر كل ما يحتاجونه من خدمات أقيمت على بنية تحتية هائلة تشمل الطرق والأنفاق والجسور. وأشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني بتلك الجهود المتصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وعبر عن كامل ثقة المنظمة في المملكة بالقيام بواجبها الذي من الله عليها بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف. منشآت الحج شهدت تطورا بارزا هذا العام، فقد افتتحت عدد من المشروعات الخدمية للتيسير على الحجاج أداء فريضتهم بكل راحة، ومن أبرزها قطار المشاعر الذي وفر الكثير من الوقت والجهد على الحجاج في قطع المسافات الطويلة بين المشاعر بكل سهولة ويسر. كما يعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات التطويرية في مشعر منى الذي بلغت تكلفته أكثر من 4 مليارات ومليوني ريال وتبلغ طاقته الاستيعابية 5 ملايين حاج. وقضى المشروع على المخاطر التي كانت تحدث بمنطقة الجمرات الناجمة عن الزحام الشديد الذي كان يحدث عند رمي الجمرات بفضل البناء المتكامل وتطوير كافة الطرق والساحات المحيطة به.
لم تتوانى المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام عن تسخير كل إمكاناتها وطاقتها البشرية والمادية من أجل تيسير أعمال الحج وخدمة الحجاج، وتشهد بذلك المشاريع التطويرية والتوسيعات التي لم تتوقف طيلة العقود الماضية رغبة في تيسير أعمال الحج وسلاسة أداء المناسك وحماية للحجاج وسلامتهم. وللمزيد من المعلومات حول أوضاع حجاج مملكة البحرين معنا عبر الهاتف من المشاعر المقدسة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. فضيلة الشيخ القطان أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم بخير. بداية، كيف هي أوضاع حجاجنا في أول أيام رمي الجمرات التي سخرت لها السلطات السعودية إجراءات أمنية مشددة؟ نعم شكرا، كل عام وأنتم بخير. حقيقة أحب أن أطمئن جميع المشاهدين بأن جميع حجاجنا ولله الحمد بخير وسلامة حسب المتابعة المستمرة من قبل لجان البعثة المختلفة وكاللجنة الطبية واللجنة الأمنية ولجنة الكشافة والعلاقة العامة والإعلام وغيرها. فقد تم ولله الحمد وقوف الحجاج بعرفات، ثم نفروا كما ذكرتم إلى مزدلفة، ويوم العيد أمس رموا جمرة العقبة وطافوا طواف الإفاضة. فضيلة الشيخ، نعم عموما نعم. يعني كيف تسير أمور حجاج بيت الله الحرام مع بداية نعم. أيام التشريق وخاصة بالنسبة للمتعجلين من الحجيج؟ نعم، كما ذكرت الله يبارك فيك، هذا اليوم هو أول أيام التشريق، حيث سيبقون بهنا ثم يتوجهون لرمي الجمار الثلاث، وغدا هو ثاني أيام التشريق يرمون الجمار الثلاث وينتهون من أداء مناسك الحج لمن أراد أن يتعجل، أو يتمون اليوم الثالث لمن أراد التأخر. ويوم الأحد إن شاء الله تبدأ حملات الحجاج بالرجوع إلى البلاد بإذن الله تعالى. وحقيقة أحب في هذا المقام أن أشيد بالخدمات الحقيقة الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وعلى ما يقدمونه من خدمات جليلة وجهود جبارة في تنظيم الحج وتسخير كافة الإمكانات الأمنية والصحية والإدارية للتسهيل على الحجاج وتيسير أمورهم. ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو حاقد أو مكابر، حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله تحرص في كل موسم على تطوير الحرمين ومشاريع جديدة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. فنحن نشاهد عيانا في كل موسم جانب من جوانب هذا التطوير، تم توسعة الجمرات وتوسعة المسعى وتنظيم حركة المرور وكذلك قطار المشاعر، واليوم التوسعة الكبيرة للطواف وتطوير المشاعر، حقيقة كلها شواهد ناصعة تدل على ما يحظى به موسم الحج من عناية فائقة واهتمام بالغ من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ومن قبل خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. فضيلة الشيخ، يعني أمس أكدتم سلامة حجاج مملكة البحرين إثر حادث التدافع الأليم واليوم كذلك، هل هذا يعني التزام حجاج مملكة البحرين بالتعليمات والضوابط التي تضعها السلطات السعودية كعادتها سنويا لتنظيم موسم الحج وحماية ضيوف بيت الله الحرام؟ لا شك ولله الحمد، يعني حجاجنا في حجاج مملكة البحرين ملتزمين بالقوانين والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت وزارة الحج أو اللجنة العليا للحج السعودية أو الجهات الأمنية. فلله الحمد يعني ملتزمون بهذه القوانين، ولذلك فإننا دائما يعني نرسل لهم اللجان التوعوية لتحذرهم من الأماكن المخطورة أو الأماكن التي يعني يشتد فيها الزحام، فهم حقيقة ملتزمون بهذه الضوابط والقوانين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل
حجهم ويردهم إن شاء الله إلى البلاد السالمين الغانمين. نعم، سؤال أخير فضيلة الشيخ، يعني منذ أكثر من 25 سنة لم يشهد موسم الحج حوادث تذكر بفضل جهود المملكة العربية السعودية التي لا تخفى على أحد، كما نتابعها سنويا في مواسم الحج. هناك مدن متكاملة أقيمت في المشاعر المقدسة، هذا على صعيد أعمال التوسعة، وكذلك هناك خطط تضعها السلطات السعودية لتأمين هذا الموسم الذي يشهد عدد هائل من الحجاج يفوق أحيانا 3 ملايين. ولا نتحدث فقط عن موسم الحج، مثلا عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان تستقبل مكة المكرمة عدد لا يقل عن عدد الحجيج، يعني نتحدث عن الملايين. فضيلة الشيخ، كيف ترون دور حجاج بيت الله الحرام في الحفاظ كذلك على أمنهم وكذلك على سلامة الجميع؟ لا شك كما ذكرت أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية حقيقة يعني تقوم بجهود جبارة وتشكر عليها، وتسخر الأمن وتسخر يعني جميع الوزارات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وكما أقول يعني هذه الهجمة الأخيرة التي يعني تتعرض لها المملكة العربية السعودية لا يعني لا يقوم بها إلا جاحد أو مكابر أو متآمر. هذه الحوادث يعني تقع، وهذا قضاء وقدر، والله سبحانه وتعالى يختار من هؤلاء الحجاج شهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات منهم وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. نكرر شكرنا وتقديرنا لحكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به من خدمات جليلة، نسأل الله أن يثيبها ويثبتها ويحفظ هذه البلاد ويحفظ خليجنا وأمننا واستقرارنا بإذن الله تعالى. نعم بإذن الله. فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لكم. ولتسليط مزيد من الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تأمين موسم الحج، معنا من المشاعر المقدسة الأستاذ حاتم بن حسن القاضي، مستشار وزير الحج والمتحدث الرسمي لوزارة الحج السعودية. مساء الخير الأستاذ حاتم، وكل عام وأنتم بخير. طبعا جهود كبيرة تبذلها السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتأمين موسم حج ناجح، وقد تمكنت المملكة بالفعل من تأمين حج متكامل ويسير لأكثر من 2 مليون حاج. كيف ترون هذه الجهود الأستاذ حاتم؟ في البداية نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما من به علينا جميعا بنجاح موسم حج هذا العام، وأن مكن لحجاج بيت الله الحرام أن أدوا الركن الركين من الحج وهو الوقوف في صعيد عرفات جميعهم في خير وسلامة، ثم نفروا من عرفات إلى مزدلفة ومنى، وكان اليوم هو يعني اليوم أول أيام التشريق، وقد أدوا حجاج بيت الله الحرام عيد الأضحى في مشعر منى، ومنهم من أدى صلاة العيد في مسجد الحرام بمكة المكرمة، وما لم يكن الحقيقة إلا اليسر والتوفيق. كان يعني الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لا يمكن أن نأتي بها في هذه العجالة ونحن في المشاعر المقدسة، ولكن نذكر بعض من هذه المشروعات العملاقة الضخمة. نعم. التي تعتبر من أهم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين في استقبال حجاج بيت الله الحرام. بداية أي موسم حج لا يبدأ التخطيط له إلا من شهر الحجة في نفس الموسم، يعني الآن نحن في موسم حج عام 1436. نعم. التخطيط لهذا الموسم بدأ من يوم 22 ذي الحجة عام 1435. نعم. لماذا؟ لأن الدروس المستفادة من كل موسم والإيجابيات التي تحصد تجمع كلها، ويسعى في الخطط التشغيلية للجهات التي تتشرف بالمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام إلى أن تكون هناك لديها إضافات نوعية وإضافات تقنية. لابد من رفع مستوى أداء كل خطة، وهذا مطلب من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بأن كل جهة تبذل كل ما في وسعها على أن يكون خطتها التشغيلية في موسم الحج القادم خطة تحمل الكثير من الجديد ومن التطوير الذي ينعكس على المزيد من الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ولا عذر لأي جهة حكومية في تقديم الأرقى والأفضل، طالما أن المملكة العربية السعودية حشرت طاقاتها وأوفرت كل الإمكانات لإنجاح موسم حج كل عام.
يعني على عجاله سريعه اقول مشروع توسعه المطاف في بيت الله العتيق هذا غير مسبوق في التاريخ. الان الطاقه الاستيعابيه للمطاف كانت في الساعه الواحده اخي الكريم تاخذ حوالي 48 الف طائف في الساعه. الان بمشيئه الله تعالى بعد انتهاء مشروع توسعه المطاف سترتفع الطاقه الاستيعابيه للمطاف الى اكثر من 107 الاف طائف في الساعه. وهذا بحد ذاته بفضل الله تعالى انجاز كبير. ايضا توسعه المسعى، المسعى كانت كما نعرف دورين. الان المسعى فيها اربعه ادوار وفيها طرق خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه. هذا ايضا اضافه. الان توسعه المسجد الحرام بعمومياته اساسا وما زال العمل يجري فيه على قدم وساق. يعتبر اكبر كتل خرسانيه موجوده في العالم. مشروع قطار المشاعر كان في السابق النقل الى المشاعر المقدسه كما نعرف. قديما قديما كان بالابل. ثم تطور الى الحافلات. ثم الان حتى النقل بالحافلات من اجل المحافظه على بيئه المشاعر المقدسه رات حكومه خادم الحرمين الشريفين ان يكون هناك ايضا تطوير في جانب النقل، فعملت اسلوب جديد مستحدث يعني عمره الان يمكن حوالي 10 سنوات يسمى النقل الترددي. النقل الترددي بان يسيج طريق خاص للحجاج داخل المشاعر المقدسه من منى الى عرفات وبالعكس الى عبر مزدلفه، وان يكون هذا مخصص بحافلات تنقل يمكن حوالي 500 الف حاج ينقلون بالنقل الترددي. يعني نحن نتكلم على 41% من الحجيج ينقلون بالنقل الترددي. النقل الترددي كان قبل ان يكون نقل ترددي يعني كان بالنقل التقليدي العادي. النقل التقليدي كان ينقل الحجاج فيه الى المشاعر المقدسه على ردين. وعندما نتكلم على ردين معناته نتكلم على مزيد من العادم ومزيد من الازدحام والطرق. لكن لما يكون في نقل ترددي مسيج مضمون محمي امنيا من كل الطرق وله مداخل ومخارج خاصه باركاب الحجاج الكرام بطريقه سليمه، هذا يسرع النقل الترددي. يعني يمكن يصل الحاج من عرفات الى منى في حدود 10 الى 15 دقيقه. بعد ان كان ياخذ يمكن ساعتين ثلاث ساعات، يمكن احيانا بوقت النفره اذا من نفر في اول الوقت يمكن ياخذ اربع ساعات وخمسه وست ساعات وسبع ساعات. الان هذا قل. فبقي الان الحجاج ينقلون في المشاعر المقدسه على ثلاث انماط، اما بنقل القطار قطار المشاعر. وهذا القطار المشاعر يعتبر اضافه جيده لانه ولا يعمل الا ثلاث ايام واربع ايام في السنه. يعني لا يوجد في اي مكان في العالم قطار لا يعمل الا ثلاث او اربع ايام في السنه. لكن باعتبار ان موضوع المال ليس له قيمه عند حكومه خادم الحرمين الشريفين في سبيل بذل الغالي والنفيس حقيقه من اجل تطوير هذه الخدمه ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم ان تكون رحله الحجاج الكرام رحله ميسره تحمل معها الذكريات الحميده. نعم. إذن النقل في المشاعر المقدسه اما بالقطار او بالنقل الترددي او بالنقل التقليدي. هناك مشروع جديد ايضا تم في المشاعر المقدسه وهو مشروع الخيام المقاومه للحريق اجرنا الله واياكم منها. كان في السابق كما نعرف المخيمات كلها قطنيه، ثم رات حكومه خادم الحرمين الشريفين ان ترفع مستوى السلامه في هذه المخيمات وحولت منى الى مدينه الخيام. اصبح في منى حوالي 170 الف خيمه من الصناعه الالمانيه الجيده القويه الصنع المقاومه للحريق الى درجه كبيره اجرنا الله واياكم من النار. واصبح عنصر السلامه والمداخل والمخارج داخل المخيمات فيها عنصر سلامه متوفر اكثر بكثير من الطريقه السابقه اللي كانت فيها خيام القطنيه. وهذه نعم استاذ حاتم، اذا يعني هي جهود كبيره بكل تاكيد تبذلها حكومه خادم الحرمين الشريفين لتامين حج ناجح وملائم لهذه الأعداد الهائلة من الحجيج. طبعا أستاذ حاتم، بالحديث عن حادثة التدافع المؤسفة التي جرت يوم أمس في منى، ما هي المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار عند عملية تفويج الحجاج من المخيمات، وماذا تم بخصوص اللجنة التي وجهها سمو ولي العهد السعودي بتشكيلها؟ فيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال، اللجنة فور صدور توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف حفظه الله يوم امس بدات في اعمالها على الفور في القيام على الوقوف على الاسباب
وإن شاء الله بعد أن تنتهي من أعمالها وبعد أن تبحث كل الأسباب والمكونات صغيرها وكبيرها سترفع تقريرها إلى خادم الحرمين الشريفين. نعم. وأما فيما يتعلق بالمحاذير فهناك خطة تسمى خطة تفويج الحجاج على جسر الجمرات، وأنا سعيد قبل قليل سمعت زميلي الشيخ عدنان القطان وهو زميل عمل معنا في خيمة حجاج البحرين على مدى سنوات أكثر من عقد من الزمن. هناك تعاون كبير بين كل بعثات الحج ومكاتب شؤون الحج ومنها بعثة حج البحرين مع وزارة الحج السعودية لأنها مختصة في استلام خطة تفويج الحجاج على جسر الجمرات. ما هي مضامين هذه الخطة؟ مضامين هذه الخطة أن يخرج الحجاج من مخيماتهم إلى مرمى الجمرات في أوقات متفاوتة، بقيت المحافظة على معدلات سلامة عالية في السير في الشوارع المؤدية إلى جسر الجمرات. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن أنشئت الجمرات ذات الخمس الأدوار المتعددة تفتتت الكتلة وأصبحت المعاد نسمع عن وقوع أي حوادث منذ اكتمال منشأة جسر الجمرات، لكن الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات ما زالت محدودة. لذلك ينبغي أننا نوزع الكثافة البشرية في الخروج وأن نحافظ على سلامة الحجاج الكرام. فكانت التوجيهات أن هناك لجنة فريق عمل مختص يضع خطة تفويج الحجاج على جسر الجمرات ويحدد ويوزع ساعات الخروج، وهناك ساعات ينصح فيها الحجاج بعدم الخروج من مخيماتهم أصلا. نعم. مثال ذلك غدا يوم 12 بمشيئة الله تعالى. نعم. وهو يوم سيكون للمتعجلين، فمن أهم مضامين الخطة التي يعلمها الحجاج الكرام ويعلموها القائمين على شؤون الحجاج ويعلموها أصحاب الحملات وأصحاب وسائل الطوافة أنه من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ينصح الحجاج الكرام بعدم الخروج من مخيماتهم حتى يتم التأكد من أن جموع الحجيج الذين هم موجودين على مداخل جسر الجمرات قد رموا ولا يكون هناك لا سمح الله أي تدافع أو زحام يؤدي إلى السقوط. نعم. ويشكر الإخوان الحقيقة في مكتب شؤون حج البحرين على التزامهم بهذه الخطة منذ سنوات. نعم. ونجدها فرصة للتأكيد بأنه ينصح الحجاج ونصح الحجاج بالبقاء في مخيماتهم وتقدم لهم كافة الخدمات هو من أجل المحافظة على سلامتهم، لأنه لو خرج الحجاج بدون خطة كل واحد خرج من مخيمه على الشارع المؤدي هذا يؤدي إلى تلاحم بين الحجاج، وهذا التلاحم قد يؤدي إلى مؤشر خطير قد يقع منه لا سمح الله تدافع وسقوط. فكما نعرف الحجاج الكرام يتفاوتون في السن ويتفاوتون في القدرة، منهم الكبير ومنهم المرأة ومنهم الضعيف، فينبغي أن تؤخذ هذه في الاعتبار. ولذلك من أهم مضامين هذه الخطة النص والتأكيد على الإخوة المتعجلين غدا أن عليهم البقاء في مخيماتهم بين الساعة 11 حتى الساعة 2 ظهرا. نعم. وهذا أمر معمول به في كل عام من باب المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام. نعم الأستاذ حاتم، طبعا هي جهود كبيرة طبعا تبذلها المملكة العربية السعودية، كيف تردون على بعض الأصوات النشاز التي تحاول التشويش على جهود المملكة العربية السعودية في موسم الحج وحرصها الدائم على إنجاح مواسم الحج عاما بعد عام، وهي التي أنفقت المليارات خلال الفترة القليلة الماضية على موسم الحج؟ والله لا يمكن هذه الجهود إلا حاقد أو جاحد أو معاند. نعم. لأن يعني على وجه الأرض والآن أصبحت كل القنوات الفضائية تغطي كل فعاليات وأنشطة الخدمات التي تؤدى لحجاج بيت الحرام. أولا بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب والاستفادة من الإيجابيات التي تحققت في المواسم السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى معدلات الأداء كلها جيدة. الآن كل جهة من الجهات لديها برامج تقويم أداء، لكن يعني الرد العملي هو التجاوب مع الأنظمة ومع التعليمات التي وضعتها المملكة العربية السعودية أساسا من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام ومن أجل خروج آمن لهم. وينعق وننعق الواقع يكذب هذا الأمر، لأنه أصبحت الآن الفضائيات قناة السنة وقناة القرآن الكريم وكل القنوات التي تغطي الخدمات التي تتشرف
المملكة العربية السعودية، ويتشرف خادم الحرمين الشريفين كما جاء في كلمته بالأمس أننا سنطور كل الخطط المتعلقة بخدمة حجاج بيت الحرام، يدل على أنه العجلة مستمرة وأن التغيير في تطوير كل ما يتعلق بخدمة الحجاج والعمار وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أولوية مطلقة للمملكة العربية السعودية لا تزايد عليه، وإنما تلتقي الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. نرجو أن يكون هناك تعاون وأن يكون هناك إنصاف وأن لا يشوش بمثل وقوع يعني مثل هذه الحوادث على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وزائري مسجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كنت أريد أن أضيف أيضا الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة كانت في السابق تقتصر على 54 مركز صحي، الآن في المشاعر المقدسة أكثر من 350 مركز صحي وسبعة مستشفيات من جبل الرحمة إلى مزدلفة إلى منى. كل هذه المنشآت الصحية والمنشآت الأمنية من أجل الحفاظ على راحة حجاج بيت الحرام. قبل قليل أيضا كنت سألتم عن أهم المشروعات، أيضا الآن قطار الحرمين الشريفين سيكون نقلة وبصمة إضافية لنقل الحجاج الكرام من أقدس مدينتين على وجه الأرض مكة المكرمة ومدينة المصطفى. نعم. صلى الله عليه. الحديث عن جهود المملكة العربية السعودية يطول، ونعتذر لضيق الوقت الأستاذ حاتم بن حسن القاضي، نتمنى لكم التوفيق والسداد. مستشار وزير الحج والمتحدث الرسمي لوزارة الحج السعودية كنت معنا من الديار المقدسة، شكرا جزيلا لك.